عبد الله منتصر زميلنا برضو قلت لحضراتكم قبل كده انه تقدم بفكره كده انه عايز يسال على اسامي القرى الغريبه شويه اللي عندنا في مصر وما اكثرها الحقيقه وسلسله يعني تقارير اصلها وفصلها، يعني ايه اصل الاسم ده وايه فصله اللي بداناها في مساء دريم. كان اول تقرير كنا قدمناه من او عن اسم قريه الجربوعه. والله وفاكره لغايه دلوقتي احد المواطنين الكرام لما زميلنا عبد الله بيساله بيقول له طب ايه اللي مضايقك، يعني نفسك اسم القريه يتغير؟ قال له طبعا. قال له طب ايه اللي مضايقك فيها؟ قال له لا يعني الناس تقولي رايح فين؟ رايح الجربوعه. راجع منين؟ راجع من الجربوعه. صعبه الصراحه جدا، وبكرر بس ان احنا التقرير ده ليس الهدف منه لا السخريه ولا اي حاجه، لكن فعلا بقى بنتكلم بجد في اسامي قرى محتاجه تغيير فوري الصراحه. الصراحه يعني البخانيس، البخانيس دي قريه في مركز كفر الشيخ، وقعد الحقيقه زميلنا عبد الله ينكش كده ويحاول يعرف ايه سبب تسميتها، محدش عارف السبب. وبعدين بيحكي لنا ان هو قابل يعني شخص فاضل، مواطن فاضل هناك عنده ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه وطوله العمر، عنده حاجه و70 سنه. فعبد الله بيقول له يعني يا فندم طب اسم القريه ايه؟ قال له انا مش عارف. فقال له يا فندم هو يعني اسال مين اكبر من يعني ربنا يا رب يديله الصحه، ما هو مش عارفين، سال شباب مش عارفين، سال رجال في الخمسين مش عارفين، فمحدش عارف اسم القريه سببه ايه. بس هو الناس قالت انه من زمان قوي القريه دي اسمها بخانيس. ف برضه بخانيس صعبه برضه، ليه؟ ليه اسامي بخانيس؟ طيب هو البعض بيقول ان ده اسم فرعوني، وفي حتى احد المواطنين الكرام قال لك ده اسم تركي، اسم تركي. فيعني تعالوا نشوف مع بعض كده قصه البخانيس ايه ونعرف ايه قصتها بالظبط وايه اصلها وايه فصلها مع زميلنا عبد الله منتصر. بعدها مباشره نطلع الى فاصل ونعود نطرح السؤال المهم جدا لنا في حلقه اليوم، من مسؤول عن ضبط تفاوت أسعار الكشوفات الطبية في الكثير من العيادات الخاصة والمراكز الخاصة والمستشفيات الخاصة في مصر؟ ضيفينا الكريمين الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، والدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، سيجيب معا على هذا التساؤل. هنفتح الاتصالات لحضراتكم إن شاء الله لكل من لديه سؤال أو استفسار أو شكوى بخصوص العلاج الحر أو أسعار المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بعد هذا التقرير. طبعا لاننا قررنا ننزل كل اسبوع محافظة جديدة نبحث عن اسمها الغريبة، الاسبوع ده نزلنا قرية البخانيس في محافظة كفر الشيخ، هنبحث عن أصلها وفصلها ونحاول نعرف من الناس ليه اتسمت بخانيس. والله هو البخانيس يعني الحمد لله تقدر تقول دي احنا مش قادرين نحدده لحد دلوقتي، بس دي حاجة عاملة زي لعنة الفراعنة كده. كان في ملك زمان اسمه الملك بخنوس، ورملنا اللعنه اللي انت شايفها دي بقينا بخانيس كلنا. مش عارف بجد والله، انا يعني برضو اقتلعت لقيتها كده زي الحمراء بالظبط، الحمراء وعزبة طسهم. احنا من كفر الشيخ لكن هي قريتنا اسمها البخانيس. يعني ايه بقى؟ ما نعرفش، هي احنا طلعنا لقينا نفسنا في القريه دي اسمها البخانيس. البخانيس يقال ان هي كانت بتاع امير اسمه بخنس. ماشي. طب بتضحك ليه طيب؟ يعني بيقولوا لنا كده. اسم غريب من وجهة نظرك؟ هو غريب صحيح، هو غريب، بس هو ده الاسم اللي احنا طلعنا لقيناه. بنتكلم النهارده عن البخانيس، يعني ايه بخانيس؟ يعني البخانيس يعني انا اسمع عليها كده. ما تعرفش سموها بخانيس ليه؟ لا والله ما اعرف. نفسنا نعرف ايه اصل بخانيس، اصلها وفصلها ايه؟ هو اللي كان ساكن فيها مش عارف كان اسمه بخنوس؟ تقريبا حاجه زي كده. والبلد كلها بخانيس يعني؟ والله ما اعرف. انا اطلع يقولوا اطلع اعرف انها البخانيس بس. وعندك كم سنه؟ انا عندي 45 سنه. نعرف من مين ليه سموها بخانيس؟ والله واحد اكبر شويه. اكبر من 70؟ اكبر من 70. مش هنلاقي بقى في البلد، احنا خلصنا على البلد كده. والله والله ما اعرفش هم سموها بخانيس ليه. وانت عندك كم سنه؟ 70 و9 ايام. والله احنا طلعنا لقيناها اسمها البخانيس، ما نعرفوش بقى هي مين اللي سماها البخانيس. كان في عالم ممكن يكون كان اسمه البخانيس سموها البخانيس عشان كده، الله اعلم. الاصل تركي. البخانيس اللي انا اعرفه البخانيس وعزبه فرحنا طوسهم
اساسهم تركي. انت من بخانيس؟ ايوه. ما تعرفش يعني ايه بخانيس؟ احنا طلعنا لقيناه بيقولوا البخانيس. هو الاسم كده، احنا طلعنا لقينا الاسم كده. في غيرك بيقول لك انها كانت لعنه فرعنه؟ ممكن. بخنوس الصغير.